أقول أنه رسالة من الطبيعة إلى محبيها، كما أنها رسالة سماوية إلهية إلى محبي الدين أيضا. يعني إن حبيب، وإن مثل هذه الرسائل لا تقتصر على الملحدين والمنكرين، بل هي تعم الجميع، تعمنا أيضا، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولا سيما أن هذه الظاهرة العجيبة والتي أسميتها زلزلة، ولم أطلق عليها التسمية المشهورة زلزال، انتبهوا، زلزلة، جاءت برقعة جغرافية شرق أوسطية تجمع دولا إسلامية شيعية وسنية، ولم تستهدف كالمعتاد دول الغرب. والله لا صاير على دول الغرب، تمكننا في نقمة ونعم وبلاء، بلاء وبلاء علينا هذه المرة. قول له صلوا على محمد وآل محمد. ولم تستهدف كالمعتاد دول الغرب أو دول الغير الإسلامية، والتي نسارع فيها لنقول إنها غضب إلهي، قولا أو غيرها من التعليقات. وكأنها إذا استهدفت مناطق إسلامية فإنها ليست رسالة غضب وامتعاض أو تحذير أو تنبيه.